السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصريين في الخارج أهم حاجة تميزهم إن هم مصريين، لأنهم مصريين فبالتالي هم يجب أن يشملوا برعاية الجميع زي اللي جوه زي اللي بره. طبعا احنا عندنا أكتر من 13 مليون مصري موجود في الخارج، ولكن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقول إنه رسميا هم 9.5 مليون فقط، يعني احنا عندنا 4 مليون موجودين بره يمكن مش موجودين في الإحصاءات الرسمية. تحويلات المصريين في الخارج جزء مهم جدا من الدخل القومي من العملة الصعبة في مصر، ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد أو السبب الأساسي أو السبب الأول للاهتمام بيهم. كل شوية بنسمع عن مشكلات بتواجه واحدة من الجاليات وخصوصا في الخليج، بتتصدى ليها بهمة شديدة جدا النائبة غادة عجمي، اللي أولا عايز أبارك لها وأقول لها مبروك الدورة الثانية لها في مجلس النواب. أهلا وسهلا وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيب وميرسي قوي، وأنا فرحانة جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة. قيمة وقامة، وكل سنة وشعب مصر وفخامة الرئيس بخير يا رب إن شاء الله. خلينا نبتدي كده ونقول المصريين في الخارج في الخليج على وجه الخصوص هم اللي بتواجههم المشكلات الأكبر، يمكن عشان عددهم أكبر، ويمكن عشان خاطر هم فيهم الناس اللي على درجات عليا في الوظائف وبعضهم اللي موجود في وظائف بسيطة، فبالتالي التعامل معاهم صعب ولا إيه؟ هو حضرتك اللي موجودين في أوروبا وفي أمريكا واخدين جنسية تانية أكترهم، وعندهم تأمين صحي وعندهم تأمين اجتماعي وعندهم جواز سفر، فما عندهمش أي مشكلة ممكن إن هي تواجههم إلا في معظم الأحوال. يعني في طبعا مشاكل طبعا، بس مش زي دول الخليج. دول الخليج هو بيروح عشان يشتغل وبيرجع، بيحمل جواز سفر مصري وبيتبع القوانين اللي هو في البلد اللي هو بيشتغل فيها، وبالتالي بيتواجهوا مشاكل أنا بعتبرها كبيرة وسهلة في نفس الوقت. هي كبيرة للمصري المواطن، سهلة مش عليه، سهلة علينا احنا. احنا سهلة علينا من اول، انا الخمس سنوات الماضية انا مغتربة وبقالي 35 سنة، فاول حاجة قمت بتقديمها وطريقة حلها قانون الجسامين وصندوق لتكافل المصريين في الخارج. المشكلة دي كانت بتواجه المصريين كلنا في البلاد العربية، وكان بيستلزم الأمر اللي ما عندوش كفالة أو عقد أو صاحب العمل يقدر إن هو ينزل الجثمان لا سمح الله، إن إحنا كنا بنلم من بعضنا وننزل جثمان واثنين وثلاثة. وعلى فكرة أنا قلت قبل كده استخدموها ناس كتير جدا من الإخوان الإرهابية في طريقة لم الـ 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 الفلوس عشان الفلوس لحد ما في يوم يعني قلت واحد بيجي لي كل اسبوع يقول لي في متوفي، طب ما في شغل مثلا يقدر ينزله صاحب الشغل والكلام ده كله. فاحنا تفكير بسيط جدا عملت احصائيه من اول سنه دخلت فيها المجلس، سواء في وزاره الماليه او في الصحه او في من كل النواحي. وكان في صندوق في السعوديه خاص بالمصريين في الخارج، وصندوق في الكويت، بس دول الخليج بتمنع الان وجود اي صناديق خاصه. فطالبت ان الصناديق ولا حتى لو كانت تحت اشراف الدوله هناك، لا ممنوع. فانا طالبت ان الصناديق دي، جبت ارقام حساباتها ان هي ترجع مصر تاني، وحصل الكلام ده وجالي الرد من وزاره الخارجيه. وعملت احصائيه كبيره جدا، لقيت ان 30 جنيه بس بعد الاحصائيات والتفاصيل كلها مع كل تجديد جواز سفر او استخراج جواز سفر هنقدر ان احنا ننقل الجثمان بسيستم بقانون بكبرياء بعظمة المصريين كلها، مش متكلفين حاجة، مش بنطلب حاجة من حد، ومع مرافق لي. وبعدين في حالة تقنين السيستم ده احنا نقدر نعمل بروتوكول مع الايرلاينز، يعني لو ايجيبت اير مثلا نقدر ناخد سبيشال ديسكاونت، وده فعلا ده اللي حاصل من ايجيبت اير، ولو اذر ايرلاينز لو في حتة تانية يقدر ان هو يدينا سبيشال فير على اللي بيحصل ده من اول سنة. وبعدين في كان قانون الجسامين اللي كان محطوط بيقول لك اللي ما عندوش عقد او كفيل يقدر ان هو يتبنى نزول الجثمان
وما عندوش المقدرة لازم يجيب شهادة فقر. فدي دي كبيرة قوي الكلمة دي. انا الكلمة دي ما ينفعش. ده احنا جمهورية مصر العربية بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما ينفعش يتقال كده او ان احنا نعمل كده واحنا في ايدينا الحل كان سهل.